السلام عليكم. بعد تعاطف الشعب العراقي معاه والدعاء له، اليوم للأسف الشديد تم عثور على جثته في إحدى الحفر في منطقة كسنزاني في أربيل. صراحة قصة مأساوية، واليوم يوم حزين لكل عراقي كان متعاطف معاه وكان كل أملنا أنه نعثر عليه وهو حي يرزق، ولكن للأسف قدر الله ما شاء فعل. وهنا نشوف لحظة عثور عليه، ويعني ما أعرف شو أقول لكم والله. خلينا نشوف هذا الفيديو والتعليق لكم. ام لو تالانا دوز راو توا يعني لم تالا دابوا ايه تتواني بون باسكت تون بول شو بقى من هات مليار كان السرك اي نبي اي كان ما زون سي متر قولا ها هاد وصل اوكي ايرا دو متر سي متر قولا علي اه سي متر قوريرا ام تالا بول هيت راو او يو خسلي او شركه لي قال يركان او او خسلي كي بيتير كان ايش عندك دير اوكي بس انا كي اجر كان باكي او سي زي وقافس بيت اه بس كذا من هات ما ادري كان او هذه سر جماعه تابعين كان لا على كان شيء ادري كان دي ترى بقول لك بزوري ما ادري زياده ترى اما دبي كوتو بيت تصالك يعني لا سوي لي وي بو الى كثير كان ام شفت ان جيه كاميرا وشتي هي او كاميرا هي بري او كاميرا هي او كاميرا كم ثاني مدالك بخوي هاش يعني شيء يعني اما ام تعالى دبوتريت زي كي دو متر بو دو متر نيو قولا لو انا كاتك هاتش بيني زاني بي بوشوي اوه كتب ايه كوانا اوه زي سرقه اوه كتب سري ادير كوانا بس سري من داركي بس سكت بوه ادير او من عاد من ادير كوانا زي ما عاد كوانا او سرقه اينا بو ترمى كي توم بو شوي اندرابو يعني اوه شوي لي كتب ما شاء الله هر هيتا هيز برا دينا بو اوه يعني هيز شنو شوي اندرابو نا 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 هيز شوي اندرابو ادير او خوي لي كتب اوه راس دايو اوه بشكل بو خود بینی ودیان کسی کی کلی رو؟ نه زم عاد در کانم شم نهات ما وندری آن دیگه زم عاد در کانم دریان. اگر هر مکت بینی به گیان لذت دانه کی نوی بو یعنی شما وید پس ایجاد شد. خود خیلی کتک خواب. هر مکی استور بو جنا دست کی؟ سعی زشگو مجی استور. نکی زن اویدا. زشگو مجی ویش آو مال. باش. تنشق 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 تن